السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا في برنامجكم برنامج رمضانيات. وفي البداية اسمحوا لي أن أرفع إلى مقام سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة شهر رمضان المبارك، والتهنئة موصولة إلى مقام سيدي حضرة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني عسى الله يحفظه ويطول في عمره، وإلى سمو نائب الأمير الشيخ عبد الله بن حمد آل ثاني، وإلى الشعب القطري الكريم وكل من يعيش على أرض قطر الطيبة، وإلى الأمة العربية والإسلامية جمعاء، وكل عام وأنتم بخير. في هذه الحلقة راح ننطلق من بيتنا الثاني المؤسسة القطرية للإعلام، وراح نزور بعض كواليس البرامج التي تستعد لانطلاق شهر رمضان المبارك. بدايتنا راح تكون من تلفزيون قطر. لا تتفاجئون، الزملاء حنين النقدي، عبد الرحمن العمادي وزهرة السيد عندهم برنامج بنتعرف عليه من خلال هذا اللقاء السريع. حنين قواك الله، كل عام وانت طيبة ورمضان عليك مبارك. شنو البرنامج اللي راح تقدمونه السنة؟ بداية اسمح لي أبارك لك وبارك للسادة المشاهدين، نقول لهم بارك عليكم الشهر وينعاد علينا وعليكم إن شاء الله بكل خير. ما نتفاجأ، احنا متعودين عليك دائما ببرامج مختلفة ومتميزة. رمضانيات أحد البرامج القوية جدا واللي نستمتع أمانة فيها، كذلك برنامجنا رمضان والناس أحد البرامج اللي نتمنى تنال إعجاب السادة المشاهدين. برنامج مختلف متنوع متميز فيه مجموعة كبيرة من الزملاء إن شاء الله اللي راح يكونون حريصين على أنهم يقدمون فقرات مختلفة ومتنوعة، فما عسى إلا أقول لهم أنهم ينطرونا ويتابعونا وإن شاء الله يستمتعون فيه. حنين النقدي شكرا جزيلا لك. شكرا. إذا ننتقل لزميلنا عبد الرحمن العمادي. عبد الرحمن كل عام طيب، عساك من عواده ومبروك عليك الشهر. قل لنا في البداية عن هذه المشاركة في برنامج رمضان والناس. أول شيء مبارك للسادة المشاهدين بحلول شهر رمضان المبارك، ونتمنى لهم إن شاء الله صيام مقبول وموفق أنت في برنامجك أيضا. طبعا برنامج رمضان والناس هذه أول مشاركة لي في هذه السنة، وإن شاء الله راح يعجب الكل. نعم شكرا عبد الرحمن. أكيد المؤسسة القطرية للإعلام دائما ترضي مشاهدينها ومتابعينها، متابعي شاشة تلفزيون قطر. خلونا أيضا ننتقل للزميلة زهرة السيد ونشوف في هذا البرنامج مشاركة في شنو. زهرة كل عام أنت طيبة ونقول رمضان عليك مبارك، كلمينا عن مشاركتك في هذا البرنامج. الله يسعدك خليفة ومبارك للمشاهدين شهر رمضان المبارك. أكيد هاي السنة يعني حيكون طابع رمضان غير، كلياتنا موجودين في المنزل، فحاولنا يكون طابع البرنامج أخذ شكل المنزل، يحسون أنه نحن موجودين معاهم بدلهم موضع، وطبعا نطبخ معاهم طبقات أو أطباق يومية، نشاركهم كل هاي التفاصيل وضيوف، نتكلم عن مواضيع دينية واجتماعية وكثير من المفاجآت إن شاء الله خلال شهر رمضان المبارك. نتمنى من الجميع يتابعونا ببرنامج رمضان والناس. نعم شكرا زهرة. إذا احنا بعد من خلال برنامج رمضانيات نتمنى لمشاهدي تلفزيون قطر متابعة جميع البرامج في شهر رمضان اللي أكيد راح تحاز على رضاكم وأيضا استحسانكم من خلال هذا الشهر الكريم. مستمرين في جولتنا في استديوهات تلفزيون قطر، راح أيضا نلقي الضوء على أحد البرامج اللي راح تقدم من خلال شهر رمضان المبارك. خلوني أرحب بأخوي الفنان والمخرج والممثل والكاتب والمقدم أيضا مقدم البرامج سعد برشيد. بطلال مساك الله بالخير، نقول رمضان عليكم مبارك، كلمنا عن برنامجكم في هذا الشهر. والله تشرفت اليوم طبعا بتكليفي في هذا البرنامج مع زميلي وصديقي أستاذ حسن الساعي. هذا البرنامج برنامج خفيف لكن فعلا راح تلقون فيه إن شاء الله يعني العديد من الأشياء الجديدة راح نطرحها في هذا البرنامج. هو عبارة طبعا عن غبقة، والغبقة معروفة في تراثنا تجمع كل الأحباب، لكن في تباعد اجتماعي بسبب الظروف الحالية، يعني عشان ما يقولون بعد إن احنا مو ملتزمين بهالشيء. أكلكم إيش بيكون؟ غبقة؟ عاد أكلنا أنت توصينا إن شاء الله من السيلية هناك وإحنا حاضرين، فإن شاء الله يعني بيكون برنامج. وأنا تشرفت صراحة من خلال إدارة التلفزيون بتكليف السلم مع زميلي حسن الساعي، وأتمنى إن شاء الله أن يعني نتلقى قبول من المشاهدين. كل يوم إن شاء الله راح يكون البرنامج من الساعة 10 مساء. بارك الله فيك يا بطلة، شكرا جزيلا. إذا ننتقل للزميل أيضا حسن الساعي، ودائما متواجد في أغلب البرامج في رمضان، دائما متواجد بعلي. نقول مبروك عليك الشهر. إيش راح تقدمون من خلال برنامج غبقة أنت وطبعا الزميل سعد برشيد؟ شوف بداية أنا فخور جدا أن أكون متواجد من خلال شاشة تلفزيون قطر أمام السادة المشاهدين،
وفخور أيضا أن يكون معي أخوي سعد برشيد أستاذي ومعلمي. النقطة الأهم أيضا نحن مجهزين وجبة دسمة ممتعة خلال هذا الشهر ولكن بنكهة مفيدة. أخوي حسن سعد شكرا جزيلا لك. إذن أيضا دعوة من برنامج رمضانيات لمتابعة هذا البرنامج برنامج غبقة، أكيد راح تسعدون بهذا البرنامج، راح يقدمون لكم ما هو جديد وجميل دائما. ومن خلال برنامج رمضانيات يسرنا ويسعدنا نلتقي مع السيد مبارك بن ناصر العوامي مساعد مدير تلفزيون قطر مدير البرامج. بو ناصر مبروك عليك الشهر في البداية، نستغل فرصة وجودك، عطنا لمحة عن البرامج في رمضان. والله التلفزيون حاول أن البرامج تكون منوعة، يمكن الحلقة اليوم في رمضان فأنتوا شفتوا البرامج أوريدي. البرامج حاولنا أنها ترضي كافة الأذواق، منها البرامج الدينية ومنها البرامج الترفيهية. جبنا مسلسل يمكن إحنا اللي نعرضه من بداية التلفزيونات، المسلسل السوري. البرنامج اللي بتكلم عنه برنامج الغبقة، يمكن الناس شافته. برنامج الغبقة هو برنامج يمكن أشبه بكونه برنامج مجلس حواري يستضيف عدد من الضيوف ويناقش مجموعة من القضايا اللي تهم المشاهد. برنامج البوصلة برنامج مهم، برنامج مسابقات يومي. البرنامج مسابقات فورمات جديد على التلفزيونات، يمكن اشتغلنا عليه فترة يعني لا بأس بها، وراح يكون إن شاء الله علامة فارقة في التلفزيون. البرامج اليومية اللي هي برنامج رمضان والناس، برنامج حياتنا، برنامج وحاولنا قدر الإمكان أن يكون في جرعة دينية، في جرعة ترفيهية، في جرعة أيضا برنامجك من البرامج المهمة اللي احنا دائما نشدد عليها في رمضان واللي الناس تعودت عليه من زمان، برنامج رمضانيات بالنسبة لنا برنامج مهم، برنامج يعكس الشارع، برنامج يتجول، برنامج أعتقد أن الناس تحبه وأنت خليفة الناس تحبك أيضا. بارك الله فيك يا أبو ناصر. طبعا أكيد نتمنى من مشاهدينا ومتابعينا متابعة جميع برامج تلفزيون قطر، نحن نعمل من أجلكم. ومن البرامج اللي راح تشاهدونها طوال شهر رمضان المبارك 30 ليلة برنامج ما راح أكشف عنه، لكن نتعرف على مقدم هذا البرنامج أخونا الزميل العزيز علي المري. أبو محمد مساك الله بالخير ونقول رمضان عليك مبارك، كلمني عن هذا البرنامج. الله يمسيك بالنور وعلينا وعليكم وعلى المشاهدين إن شاء الله يتبارك. برنامج المسابقات السنة هذه اسمه البوصلة، فكرته صراحة جديدة، وكانت الإدارة يعني ارتأت أنها تقدم شيء مميز السنة هذه، خاصة يعني مع الجائحة، وأن احنا انحرمنا تقريبا السنة الماضية من برنامج المسابقات، لكن يقول لك ما بطأ بالسيل إلا كبرى إن شاء الله. برنامجنا جميل فيها مراحل إن شاء الله، والمراحل هذه تقدر بعدها تدخل على المجموعة الأكبر اللي فيها المفاجأة الأكبر وفيها مبالغ قيمة وكبيرة جدا. إن شاء الله الكل بيكون مبسوط والكل بيكون ربحان معانا بإذن الله. احنا نتمنى لكم التوفيق، وأيضا هذا البرنامج يكون له متابعين أيضا ومشاركين، وتفاعلهم دائما مهم مع هذه البرامج. أخوي علي نتمنى لك التوفيق إن شاء الله حتى نهاية رمضان بإذن الله إن شاء الله، ونتمنى التوفيق للجميع في كل البرامج إن شاء الله. شكرا جزيلا لك. شكرا وفق. وصلنا أعزائي المشاهدين إلى بيتنا الثاني في إذاعتنا الحبيبة إذاعة قطر، وإحنا الحين متواجدين في أحد الاستوديوهات، راح نلتقي مع أخوي خميس الكواري من مراقبة البرنامج العام لنتعرف على برامج رمضان هذا العام. أخوي خميس كل عام طيب في البداية ومبروك عليك الشهر، كلمنا عن برامجكم في إذاعتنا الحبيبة إذاعة قطر. احنا كإذاعة قطر عندنا مجموعة من البرامج منها المسجلة والمباشرة، فعلى صعيد البرامج المباشرة عندنا برنامج صباح رمضان، عندنا برنامج اسمه اللي هو الكتاب المبين، هذا البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور محمد أقبال والشيخ محمد المحمود. في الفترة المسائية عندنا برنامج اسمه ليالي رمضان، هذا البرنامج يغطي طبعا اللي هي الفعاليات المحلية في الدولة. من ناحية البرامج المسجلة طبعا إذاعة قطر مجهزة باقة من البرامج عبارة عن 25 برنامج مختلف منها. خميس الكواري كلمة أخيرة توجهها لمستمعي ومتابعي أثير إذاعة قطر.
أول شيء أقول لهم مبارك عليكم الشهر مقدما، والله يعود علينا وعليكم إن شاء الله. بالنسبة طبعا لبرامجنا إن شاء الله، أنا أتمنى أن برامجنا تنال على إعجابكم، وإن شاء الله أن نكون غطينا جميع أذواق المستمعين. نعم، إن شاء كل خميس أنا أشكرك جزيل الشكر، ونتمنى لكم التوفيق في الدورة الرمضانية هذه، وأيضا تنالون أصداء جميلة كما كنتم في السابق إن شاء الله. شكرا، حياك الله. شكرا جزيلا. إذن مشاهدينا ومتابعينا راح ننتقل لمكان آخر، لا تروحون بعيد، خلكم معانا. وصلنا إلى أحد استوديوهات صوت الخليج، وهذا البرنامج برنامج مشهور للأستاذ عبد السلام جاد الله أبو أحمد، وهو على الهواء مباشرة، لكن راح ندخل بشكل سريع نستقصي عن برامج رمضان. حياكم أبو أحمد، قواك الله، كيف حالك؟ إن شاء الله طيب. اسمح لي أقرب نوعا ما بس جنبك. أبو أحمد كيف حالك؟ الله يخليك حبيبي. الحمد لله. أول شيء بنبارك لك برمضان مقدما، ونقول لكم كل عام أنتم طيبين، صوت الخليج وأنت شخصيا أيضا وكل العاملين في إذاعتنا الحبيب العالمية صوت الخليج. أبو أحمد، ماذا لديك في رمضان؟ في رمضان كل عام والمستمعين الكرام والمشاهدين الكرام بألف خير. وفي رمضان في يعني باختصار شديد في برنامجين عندي، يعني برنامج مسجل اللي هو قصائد يتيمة، وبرنامج على الهواء حيكون اسمه معكم في رمضان، وحيكون هذا العام معنا فضيلة الشيخ عمر عبد الكافي. نتناقش فيه كل يوم موضوع اجتماعي، موضوع بهم الناس يعني في دينهم ودنياهم. إنما البرنامج المسجل هو برنامج قصائد يتيمة، فيه قصائد عرفت لشاعر ولم تعرف له غيرها. المذيع المتألق في إذاعتنا الحبيبة صوت الخليج والإذاعة العالمية عبد السلام جاد الله أبو أحمد، شكرا جزيلا لك، أتمنى لكم التوفيق في جميع برامجكم في رمضان. شكرا، شكرا جزيلا، وتحية لك، وموفق في جهودك، وبعدين جهودك ملموسة صراحة، أنا بتابعها ما شاء الله عليك، يعطيك بارك العافية. الله فيك يا أبو أحمد، وكل عام والمستمعين والمشاهدين بألف خير. بارك الله فيك. إذن واصل برنامجك على الهواء مباشرة. شكرا جزيلا. إذن راح ننتقل أيضا نتعرف على برامج إذاعة صوت الخليج من خلال ضيفنا القادم. وصلنا أعزائي المشاهدين إلى مبنى إذاعة صوت الخليج، هذه الإذاعة المميزة منذ انطلاقها ودائما في رمضان تواكب الأحداث، تقدم البرامج الدينية المنوعة الثقافية الرياضية، وهناك أيضا برامج المسابقات في هذه الإذاعة المميزة والتي أصبحت اليوم إذاعة عالمية. راح نتعرف على كثير من البرامج من خلال لقائنا مع السيدة رجاء سلمان رئيسة قسم البرامج بالوكالة في صوت الخليج. رجاء حياك الله. مساكم الله بالخير أكيد، وحياكم الله في إذاعة صوت الخليج، منورين تلفزيون قطر، ومنور أخوي خليفة الرميحي. الله يحفظك. نتمشي شوي. تفضل. وأنا أشوف في يدك مخطط صراحة، أكيد راح يكون مخطط رمضان. إيه طبعا، بما أنكم خبرتونا أن أنتم راح تسجلون لبرامج رمضان في برنامجكم، اللي نتمنى لكم فيه توفيق رمضانيات إن شاء الله في شهر رمضان، حبيت يعني أجهز لكم باقة من البرامج الرمضانية المميزة والمنوعة اللي راح تكون إن شاء الله في رمضان. عندنا مجموعة أكيد كبيرة من البرامج المسجلة راح تكون دينية، وأيضا عندنا برامج راح تكون على الهواء، منها برنامج معكم في رمضان راح يكون من الساعة 1:30 ل2:30 مع أستاذ عبد السلام جاد الله، وراح يكون معه فضيلة الشيخ عمر عبد الكافي. بعدها راح يكون إن شاء الله الساعة 3:30 إلى 4:30 برنامج كلمات من نور، هو من تقديم أكيد الشيخ يوسف عاشير. برنامج ضيف ومحطة بإشراف قطر الخيرية راح يكون الساعة 5، تقديم أكيد أحمد العلي ومحمد العنزي من إعدادهم وتقديمهم. أما برنامج السهرة سوالف بيتنا، يمكن الناس تعودوا عليه أنه يكون في الأيام العادية أو الدورات البرامجية العادية، السنة راح يكون سوالف بيتنا في رمضان
من إعداد بدرية محمد وتقديم سعيد الهاجري وشايعة الفاضل. هذه المجموعة تقريبا كلها اللي راح تكون إن شاء الله في شهر رمضان، والله يعود عليكم دائما بالصحة والعافية يا رب. طبعا زميلتي الزميلة الإعلامية المتألقة دائما رجاء سلمان، أشكرك جزيل الشكر، نتمنى لكم التوفيق والتألق في هذا الشهر وفي القادم بإذن الله من أعمالكم في إذاعتنا الحبيبة والعزيزة صوت الخليج. شكرا لك أخي خليفة الرميحي، وشكرا أكيد لتلفزيون قطر، ونتمنى لك التوفيق إن شاء الله في برنامج رمضانيات، وحياكم الله دائما في إذاعتكم إذاعة صوت الخليج. شكرا جزيلا لك. إذن يعني في صوت الخليج اليوم وفي مؤسستنا البيت الثاني بيتنا الكبير الكل مجتهد لهذا الشهر لإعطاء المشاهد والمستمع حقه في هذا الشهر، وإحنا دائما نقول يعني هناك إذا كان هناك في قصور دائما سامحونا على هذا القصور، نحن نعمل ونجتهد لإرضائكم كمستمعين ومشاهدين.